اسماء وجيت لكم اليوم بواحد لا نوفيل فيديو اللي غادي تعجبكم بزاف. وهذا الفيديو غادي تكون الناس اللي كيعانيوا من البشره الدهنيه فصل الصيف. فصل الصيف كيف ما كنعرفوا كيكون الصهد بزاف والميديتي والبشره ديالنا ما كتستحملش الحراره بزاف، ولكن ما خصناش نساو بان خصكون عندنا واحد لا روتين اللي تكون كومبليت. وهادشي اللي جيت لكم اليوم خاصه للبشره الدهنيه او البشره ميكست. اول غام غنهضر عليها هي لا غام ديال اوبتيموس اللي هي المفضله ديالي. اول حاجه هي التنظيف، عندنا لو نيتوايون بور لا بو وعندنا اوسي لو تونيك، هادو مهمين بزاف باش تكون عندنا لا بو مستعده باش نديرو لي كريم ديالنا. ثاني حاجه هي لا كريم كونتور دي زيو اللي هي غادي تجي بور ايدراتي وتعطينا ان بو دو لوميير اوتور دي زيو باش ما يكونوش عندنا الهالات السوداء. وفي لا غام ديال اوبتيماز هيدرا راديونس عندنا لا كريم دو جور ولا كريم دو نوي. لي كريم هيدراتونت مهمين بزاف حيت ماشي حيت عندنا لا بو ميكست انه فصل الصيف ما غاديش نديرو ليدراتاسيون. لا غام الثانيه هي لا غام ديال بيور سكين، هذه كتليق لا بو غراس واللي كتعاني من شوائب البشره. اول حاجه هي لو نيتواياج، عندنا لا كريم نيتوايونت وعندنا لو تونيك باش نحيدو الشوائب ونساعدو ان لا بو ديالنا اللي فيها لاكني اولا لي بوتون اللي تستقبل لا كريم كي فا تريتي هاد المشكل. من بعد عندنا لا كريم هيدراتانت اللي هي الفا ماتيفي وغادي تعطينا البروده ولا الانتعاش لا بو ديالنا اللي كيسوفر من لي بوتون ولاكني. ماشي حيت لا بو ديالنا كتعاني من لي بوتون اولا من لاكني انه ما غاديش نستعملو اون كريم هيدراتانت حيت غنخافو انها تسد المسام ديالنا. حاجه اخرى اللي غتساعدكم بزاف باش نيتواياو لا بو ديالكم اللي كتعاني من الشوائب، عندكم لو غوماج اللي تقدروا تستعملوه مره حتى جوج المرات في السيمانه، وعندكم حتى لو ماسك حتى هو اللي تقدروا تستعملوه ما بين مره اولا جوج المرات في لا سيمين ديالكم اللي غادي تزيدوه في لا روتين جورناليير ديالكم. واخر غام هي لا غام ديال لوف ناتور اللي غادي تليق الناس اللي عندهم بشره دهنيه وما بغاوش يستعملوا بزاف ديال المنتجات في الوجه ديالهم. وهاد لا غام عندنا لو جيل نيتوايون اللي هو غادي ينقي لنا لا بو ديالنا، من بعد عندنا لو تونيك كيف ما كتعرفوا كيعاود ينقي حتى هو لا بو وكيعطينا انتعاش، واخيرا عندنا لا كريم هيدراتونت اللي غادي تجي تيدغاتي و تريتي المشاكل ديال البشره الدهنيه. كيف ما شفتوا هادو هما لي برودوي اللي يقدروا ينفعوكم الى عندكم بشره دهنيه اولا ميكست. قولوا لي شنو الراي ديالكم فيها. سلام.